شوف المشت كيف يطلع، يطلع مع اسناد ما كمل ادق ادق بندقيه في عيار 22 مو متعودين، عم تعودين لي كذا، هذه جديده حتى على كيف ايه. شوف هذا، شوف اللي يمثل فيه جون ويك امريكي، سوينا واحد في العالم المسكة عند المقبض غيره، هي مقبضة شوف خشن خشن هذا4 سم 4 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 سم
الطاعة جد الولاء والبيعة قادتنا والملكنا الله يطول عمره ولعهده ويعزهم كل ما نحن ما شاء الله في تطور وازدهار إن شاء الله يطول عمارهم. والحين متوجهين إخواني لمعرض الصقور ومعرض الأسلحة كل ما كل سنة نشوف شيء أفضل من اللي قبل ما شاء الله. أنواع الأسلحة على مستوى العالم، أنواع الطيور، وحنا هنا أهلها لا في الطيور ولا في الأسلحة، وقفلت أشياء كثيرة بالذات السوق السوداء في الأسلحة. توفيق الجميع وفزاع. مرحبا أبو فيصل، الله يمسيك بالخير ومسي المتابعين، ونجدد طال عمرك الولاء والطاعة والبيعة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولعهده وللأسرة الحاكمة والشعب السعودي كافة، على الأمن والأمان والرحمة والعلم الطيب اللي احنا فيه. الحمد لله الحمد لله. ابو حمد البري، ابو حمد، ابو فيصل، ابو فيصل، مرحبا بك. مرحبا، طال عمرك. شلونك؟ طيب. ولاد امرنا لهم السمع والطاعه، الله يطول عمارهم ويعزهم. اللهم امين، اللهم امين. ايش تبغى شيء؟ الله يطول عمرك وعمرك. رايك ابو فزام معرض الصقور؟ والله ابو فيصل صراحه هذا من افضل المعارض اللي قد صارت صراحه بالمملكه. اي بالله والله، من ترتيب وتنظيم. لا لا، شيء نشوفه، احنا نحب الاسلحه ترى ونعرف له انا ابو فيصل محو السوق السوداء من فضل الله سبحانه وتعالى. لا طلقات، لا طلقات السبعة ملي، صدق خلينا نكون واضحين. كم كانت تنباع؟ كانت تنباع بمال خيالية. ايوه الحين نزلوها هنا يعني يستفيدون العالم هذه كلها، كل شيء مصرح وكل شيء موثق يعني. صح، لان البعض ابو صغير ما يدري، يشتري سلاح من برا ما تدري وش موضوعه، ايش مسوي فيه مشكلة ولا شيء، لا سمح الله. نعم، من وين جايبه هذا الكلام، يجيك انت مشكلة. فافضل شيء تاخذ سلاح ولا لا هو بقديم جديد وبالاسعار اللي قلت لكم، يبدا من 3000 4000 الى عدى حسب اللي انتبهين. ايش رايك ابو حمد في كنا نتناقش تو، تقول هنا اهلها السعوديين اللي يقصون واللي اهل الصيد، وهذا من غير قصور يعني في جميع الدول. ايوه اللي نعم، لكن السعوديين بشكل عام اهل الصيد واهل الاسلحه واهل الفروسيه، ووفروا لهم المعرض. صحيح، وخدم جميع الفئات. اي أيوة والله، وزود على ذا ابو فيصل الحين حتى في عن طريق الاونلاين بعد تقدر تاخذ وانت جالس تصريح، يقدر يطلب السلاح ويقدر يحط عليه. اي والله صادق صادق ابو حمد. ابو سيد والله هلا ابو فيصل، ايش رايك؟ والله النادي شيء جميل وموفق للمواطنين واسعار مناسبه ان شاء الله. اي بالله، وفق النظام يعني، شيء انا افرح والله بوجود. ولا تنسى التسهيلات يا ابو سعيد، الان كل شيء يعني من اول اذا بتصرح تاخذ لك فتره طويله. الحين على طول ما شاء الله تبارك الرحمن، عندك فحص النظر موجود، وعندك النقل موجود، وكل شيء موجود. ترى حتى انا اسكر السوق يمين تشتري، نعم، عندك تشتري الاونلاين انواع عصر ما هي متوفره. اي والله، فالحين ان شاء الله متوجهين ونوريكم ان شاء الله داخل، نصور لكم المعرض، تشوفون الصقور وتشوفون الاسلحه الزينه ما شاء الله. عاد انا من الناس اللي صراحه اعشق الاسلحه والمسدسات البعض يسال رشاشات يا اخوان ليش ما في هذه عالميه الممنوع. يبيعون المسدسات، يبيعون اتوقع جابوا بنادق اللي هي زي السنايبر او القناصه الجديده، الشوزن، او خليت العام شوزن 200
يعني 200 قطعة في العالم بس. طبعا هذه لها قصة نسولف فيها أمس أنا والشباب. يوم جيت بشتري إلا هذا رقمه والله 115، قلت طيب هذا مميز خلني باخذه ولا يجي رقم 180 190. قال والله يا ابو فيصل هذا اللي معروض عندنا. قلت ما عليه خلاص، خذيت من الصندوق اختار واحد من الصناديق خذيته، ما تقدر تفتح طبعا الا طلع رقم 11، وعندي بصور لكم اياه بعدين. يعني هذا يقول خير وجا شيء ازين الحمد لله، رقم 11 من 200 في العالم. على حبك حبك والله. ابو سعيد تذكر كم ابو سعيد الرقم؟ 14. ما شاء الله عليك تذكر 14. ما عليه ما فرق اثنين يا ابو سعيد، لكن عندهم اشياء مميزه صدق نادر. ايه 200 قطعه كنت ابيك. اي بالله شوف كان 100 وشوي وجاني رقم 14. ان شاء الله اصور لكم اياه، والحين اوريكم المعرض تشوفون ان شاء الله كل شيء قدامكم باذن الله. التوفيق. ما شاء الله من الشرقية جاي. ابو حمال شلونك؟ عساك طيب علومك طيب. نو ثانك يو. الله يبارك فيك. شك بخير كيف الحال؟ مرحبا بك. الله يبارك فيك. هنا فوق الحين بننزل تحت. ازين شيء جينا يوم يعني ما هو ويكند ما هو خميس ولا جمعة. وشوفوا ما شاء الله الزحمة كيف لو جينا خميس جمعة. هذا المكان طبعا تواجد فيها الأربع أنواع الصخور الأساسية اللي يتكلم عن الجير وأنواعه، تكلم عن الحر من عشاقات الحرارة، معلومات كاملة وهجرته، تكلم عن الوكري. طبعا الوكري هذا معروف عاد يعني عند الصغير، نعم عند الصغير خاصة في المملكة يعني. صحيح. وهذا الشاهين هذا البحرية. نعم ننتقل طال عمرك لقسم خاص كله عن الشاهين، خاصة الشاهين البحري. ايه ما شاء الله. هذا الفرخ على البحر يعني معرب عن الزوار عن فرق الشاهين البحري عن الفرخ. هذا الشاهين الفرخ البحري وهذا قرناس، وهذه جميع انواع الشاهين البحريه في الدول كامله. تعطي يعني نبذه بسيطه عن طريقه هجرتها في لهاج من ديار فارس بعد ايران توقع. صحيح. هي الزينه وهي صحيح. تكلم مثلا عن الشاهين الامريكي، الشاهين الاسباني، الاسترالي، الشاهين الاسود وين في اي دوله كيف هجرته، معلومات كامله بحيث ان الزائر تصل له المعلومه بشكل سريع. شوف شوف يا اخوان حاطين زي رسم الثمود اتوقع هنا. المملكه اين بديت المملكه؟ اي الحين هذه عفوا هذه الشغال طلع لنا شيء. الحين نتكلم الحين عن اليابان. شوف شلون معلومات كامله من بدايه السيجاره عندهم بالتاريخ الميلادي وش الانواع اللي عندهم. بنشوف عندنا في المملكه هنا الناس هذا تحت طلب وين؟ اي السبور عند العرب يعني اكثر من يعني 4000 عام خاصه في المحميات يا اخوان. هو يا اهل البل ها شكل التيسية في الشمال هذه والحظ. هذا برق الريش. وين زلزال عنه؟ وين الخرب؟ ها؟ أي تطوير محمية الملك عبد العزيز. تغير في هلا. السيارة هذه قدام الطير. إيه شفت صورة لها بنجي نشوفها. شوف شوف. هذا اللي قام يسوي اليوم الطير هنا. ما شاء الله. انزل يلا. اهم شيء اللوحة صقر. هذه مواتر المحمية يا اخوان. يعني لا حد يروح هناك ولا يقص بدون اذن ولا يدخل محميات ها. طبعا مزاد الطيور يصير هنا يا اخوان. ما شاء الله. هلا هلا هلا. هلا بكم.
أذن هنا الله أكبر. ويزيد تونا دخلنا قسم الأسلحة، القسم اللي أنا صراحة أعشقه. شف 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 شوف شوف زحمة، لكن بيعرضون الأسلحة هنا ما شاء الله. شوف يا أخوان كربون فايبر خفة ما شاء الله، شيل 10 طبعا، هذا القناصة ما شاء الله. هذه يا أخوان قطعة من الألف، شوف إيطالية ما شاء الله، حبين الشواز، شوف الزخرفة. أنا أحب أدقق على أدق التفاصيل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أوه أوه هذه غريبة، شوف كيف هذه أم روحين بسميها نفس الشواز. عجيبة، خلني أشوف لهن ثقيلة بعد. شوف يا اخوان ما شاء الله، هذه وين تصوب النيشان فيها اثنين؟ عش تسلم تسلم عش. شوفون صراحة العجيبة 9 ملي بالمخزن يا اخوان، شيل اثنين يقولك صموا الجيمس بون. أم روحين سميتها، أم روحين هذه النادرة ما شاء الله. هذا اللون الثاني طلقتين تطلع نفس الوقت ما شاء الله. هذا شيء كلاسيك أنا من عشاق. أوه ما شاء الله المحالة ما شاء الله، شوف الزخرة الله تبارك الله جميل. طبعا ما يروح الزخرفة مع ال ابو فزاع يحسب ذا شوزن، ما هو شوزن ما هو شوزن، انا كنت افكر شوزن سكتور لا اكبر من ال يسمونه كثير مصطلح اللي عندهم، بس في شقة وش طلق زي الام 16 صح؟ طلقات الام 16 طيب هو بنفس طلقة المخرج منها 17 كل ما كانت 17 اشبك كل ما كانت 17 لا بس قصدي الطلقة يعني من جهة تطلع منها اللي داخلها. طبعا الأشياء هذه عندك ابو منيف ما شاء الله الله يبارك، الله يبارك لك يا ابو منيف الله يبقيك. ابو حمد ما شاء الله عز الله جابوا نوادر وشيء جديد صراحة، ابدع ابو منيف ما شاء الله اي بالله. اوه هذا 75 حبة في العالم، بس من عشاق الشوازن ما شاء الله. هذه دقارة 75 قطعة. إيه هذاك شبه أزين وفيها زخارف أكثر الثانية. ما شاء الله دمشق. إيه معروف. معليش 100 يا إخوان في العالم، هنا يكتبون 100 قطعة منها في العالم بس. هذا رقم 86. نمر ونشوف سعيد الشابوس وعدينا من أمس ما شاء الله. عجلة تحتار ما شاء الله، تروح هنا ولا هنا ما شاء الله تبارك الله. هذا عد محبين الأسلحة، هذا الرماي العربي ما شاء الله. حين بنجي نشوف الأسلحة بس بنقصر بالخل داخل ما شاء الله. شوف من جانا مبارك سعيد علومك كيف الحال؟ شاك طيب شلونك؟ والله امس اشوف المقطع الفيديو ونزلته وانت عزيز وغالي كذلك من الرمايين والبواردين نشهد لهم وعمرك عزيز وغالي عزيز وغالي والله ما شاء الله. نشرح اليوم هنا شوف سعيد الذيب السعيد بناصر الحمد لله السلامة لا تعبت وحيدر كيف الحال؟ يكتبون لسه من اللي تبي طبعا يعني هذا واحد من مية يا سعيد. اي نعم هذا واحد من مية. طال عمرك مثلا يعني السلاح ده لو يجي كان ادري وش تحط عليه، تحط عليه السم
بحط عليه وسم. بحط وسم. أنت كأنك داري. بتحطه هنا طبعا. بحط لك الوسم. ما شاء الله. تسمع. هذا نفكر صراحة ناخذ زي. ناسل طال عمرك. وصوابه كيف؟ رميت فيه بالجيك. رميت فيه تجميع حلو. كيف؟ ما في كلام. بعدين ارتداده قليل لأنه مثقل من تحت لو تشوفه. ثقيل من تحت. فارتداده هيك قليل. شوف السبطانة مثلث مو دائرة يا إخوان. لكن فيه شغلات طال عمرك أول مرة تنزل في عالم الأسلحة. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا السلاح يا إخوان اللي مثل فيه جون ويك. عرفتوه أكيد. فيلم أكشن. نفس السلاح ذا. أمريكي طبعاً. هذا ما شاء الله. هذا 3Z. هذا C-Z. أو C-Z معليش. ضمينا فيه قبل 3 سنين وياك هنا. رمايته ما شاء الله دقة. هذا مميز في الزنة. أي خفيف. يقصد ذا. تيجي المصنع ما يصنع إلا 10 قطع. 10 قطع. شوف إيه خلني بدقيقة بس حبل كلام. شوف طال عمرك. شوف الزنة. يكسر الخفه كيف الدقه خفيف مره دقه عاد ما ادري 3% بس خفيف دقه عاليه دقه اذا صار الزين خفيف ما شاء الله وذا طال عمرك شو المغبط لحظه شوف هذا علشان ما يتحرك كذا ما يتحرك بس انه خشن ذا منه صاير شو الزخرفه هذه يا اخوان شوف الزخرفة يا سيد شو عندي زخرفة هذه أزيد مرصع بالذهب مرصع بالذهب هذه ما شاء الله هذه الأشكال الجديدة لازم تجرب هذه سموه والله أنا أحب القديم أحب الأشكال القديمة هذه أدق بندقية في عيار التوبي دقيقة مرة ما شاء الله. بندقية في عيار 12 ما شاء الله. لازم تجربها سمو. إن شاء الله بنجربها جل. شوف جلد من تحت فيها. أول شيء الميزة اللي فيها. الزنادة. المخزن مع الزنادي. المجموعة. أوه ينفك كامل. عجيب. ما شاء الله. أول مرة أشوف زي كذا. المخزن حقها بيجي 5. ما شاء الله. تمام. التعشيق حقها ما ترفعش للفوق. نص ولا على طول اسحب ما في على فوق ونيشينا حاطينا بالطريقه الجديده اللي هي قدام متكتبه تفضل سموك لازم تعشاحبه اكثر من 13 فعاليه تكلم عن عروض الفروشيه ركوب الهجم دعوه الطيور ما شاء الله سهام ناخذ لفه الحين يا زين لكم نظرة الحين هنا نشوف مع طير وخير في عصر قوي بس يهدون في الليل ما شاء الله والله هد الطير في الليل بعد ما شاء الله يعني يطلعون زي تجربة وكذا يعني زي حواجز يحاولون يطلعون منها ما شاء الله عز الله استغل المواقع هنا بشكل ما شاء ابو حماد ابو حمد يبون ممشى هنا رمي السهام الهوائية وبعدها اللي هي الهجن اللي قدامنا الحين اوه في هجن بعد؟ اي في ركوب ما شاء الله هنا يدعون الطيور اتوقع مرحبا مسهلا الله يقويكم ان شاء الله هلا الله يبارك فيك هنا الهجن يا اخوان شوف الاتحاد السعودي للهجن يجون الصغار يركبون شوف من اخينا اي يجون الصغار يشوفوا معلومات عن التراث وعن الهجن بشكل كامل والله شيء صراحه هذا الصح وهنا طال عمرك مسابقه الطهي مسابقه الطهي اللي هو الطبخ البلدي ايه شوف الهاف 25 متر كلها مجلس بس ان عرضه كان اكثر من 4 اعتقد انها حول 5 ما شاء الله بس صعب في البر يعني شكل ما شاء الله شوف القزاز اللي حاطينه على الجنب
بس ما ادري كيف داخل برا تشوفون طريقك جابك ربي قريب الله يطول عمرك والله ما سهل يا مرحبا يا مرحبا ما شاء الله اطلع على الزينة يا مرحبا وما سهل طول العمر الله يحييك الله يحييك الله يبارك لكم ما شاء الله طيب الله يطول عمرك هذا اللي سولف لكم اقول لكم عرضه اكثر من أربعة طلع صحيح يا مرحبا الله الله عرضها خمسة الله يبارك لكم ما شاء الله هذه حاطينها طال عمرك مضغوط دعم للتراث الوطني من طيب روشك الله يطول عمرك وبرك السعادة من حظنا الطيب يبارك فيك الله يبارك فيك ما شاء الله أنظمة فعل المدني كامل ما شاء الله هذا الغرفة الأولى هذا الميني بار وطبعا هذا الماسر الأولى يطول عمر سلامة وهذا الماسر الرئيسية مجهزة بدورة مياه مجهزة في الجاكوزي مع غرفة الغير طيب القزاز ده ما يأثر لا بإذن الله يعني مع الشديد ما شاء الله هذا دورة مياه وانتم كرام مجهزة بالجاكوزي ما شاء الله الغرفة اللي هنا طبعا الحين بنشوف المجلس اللي هنا هذه ضيافة عامة هذا الجليميد محمد بن جليميد الله يطول عمره ولد السلطان مشاركة ومحبة في هذا الوطن الله يجزاهم خير وبيض وجيههم نعم للضيافه هذا من طيب روسهم يجون الخليجيين ويشوفونا للزوار نعم هذا الصح السعوديين غير السعوديين اكيد حاطين هذا بس حطنا الطيب يوم شرفتنا ما شاء الله لا زين ان قال ان القزاز عليه انا قلت لك لا دخلنا العروق ولا شيء نفس كذا شيء عليه ضمان يقولون مسؤولية سلطان صاحبه عليه ضمان 20 سنه يعني يدخل العروق وامورك طيبه اكثر شيء عجبني القزاز اللي حاطينه وعليه ضمان يعني ما ينكسر يقول ما شاء الله هذه كلها مجلس هذه عند الملكية ما شاء الله لا جلسة العصر المطل الزين دامك اللي قزاز ما شاء الله أقول والمحل أنت ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ذا المحل أنت هي أبو قياسة الله يجزاه خير رمكم الله الله يحييك الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك فيك مرحبا دخلنا فيها السيارات هلا الله يحييك بقيك اوه حاطين غرف بعد هنا فيصل هذا مصنع السر يا ابناء فهيد ما شاء الله من افخم حقيقه الكرفانات والمصانع ما شاء الله الله يبارك لهم تذكرني بالكرفان اللي عندكم فيصل اي نفس اللون حاط انا قلبك هنا هذه السيارات انا اشهد جنبينات كينج ما شاء الله السلام عليكم كيف الحال الحين عندك مجلس خبرة الطعام موقف التحضيري ما شاء الله ابو حماد مرحبا مرحبا بك ان شاء الله نشوف اللقاء لقاء صراحه فصلنا فيه المحرم والله يسلمك وجهك يا ابو حماد وعطلناك من الجو لا بالعكس والله لكن انت عزيز وغالي والله محب هذه القناه اكيد اكيد الصحراء اكيد والله معزه مع ابو مشاري المتحدث الرسمي كيف الحال ابو مشاري حياك الله طال عمرك الله يحييك بيك في سؤال يتكرر دائما انا الواحد اشترى سلاح كيف الاليه ينقرا على طول نفس الوقت طبعا يجب... فيه انظمه شروط بامكان الزوار في مكتب خاص ياخذ الانظمه والشروط والاحكام الخاصه زي فحص النظر جيد يعني فحص صحي كامل بامكان انه يشوف ويطالع الاسلحه كامله وفيه ايضا فيه منصه خاصه نادي الصدور السعودي مختصه بالاسلحه بامكان انه يطلب جميع الذخائر والاسلحه وتصل لنا البيت ما شاء الله لا بيض الله وجهكم وكذلك الطيور عادي تشتري من هنا طبعا عندنا الحين خلال المعرض هذا عرض كثير اشوف المزاد اللي صار بعد اقيام ما شاء الله هي هذه مختصه طبعا بالشياهين الفروخ الطرح ما شاء الله قبل سبعنا طير وصل كم اول طير بعناه ب 57000 طالع ما شاء الله لا بس باقي الايام ان شاء الله هالايام مده 45 يوم يعني اي اكيد تو بادي تو احنا بادي الوقت اي طرحونا الطيور بتسوي بعد كذلك لو حدثك عن فعاليات اللي تحدثت عنها في اللقاء غرس المفاهيم وحب الموروث في الاطفال يعطيك بعض الفعاليات اللي يقدموها طبعا طال عمرك عندنا احد مبادرات نادي الصدور السعودي اللي هو برنامج سقار المستقبل هذا اهم اهداف نادي الصدور السعودي احنا ننقل هذه الهوايه وهذا الموروث موروث ابائنا واجدادنا لاطفالنا لجيلنا القادم من بنات من اولاد طبعا البرنامج هذا ان شاء الله نشوفه جناح خاص كامل للاطفال
فيه تفاعل كبير مع أنا هذا اللي عجبني يعلمونهم على ركوب الخيل ركوب على الرحول شيء صراحة والرماية كذلك موجود صحيح طال عمرك مثل ما صورتها طال عمرك وبعدها الجناح الخاص اللي مثل ما تكلمنا عن سقى المستقبل ما شاء الله إن شاء الله بنزورهم عاد وبيض على وجهك الله يطول عمرك كبرك السعادة هذا هذا الحين ما شاء الله اوه شوفوا من المشى عشان راكبين جنبينات هنا جاء اسمه كينج ما شاء الله تقدر تحكم بالكساوة والليون واللي علي مثلا حاط كينج على احد مواتري اقدر احط هذه الشاشة نركب لك هذا نضيف تشوف هذا لازم يكون موجود اي هذا الفرار العادي طبعا تشوف شوف اللي عشان كينج وهذا فرع عادي نلغيه كامل ونركب لك تحطون هذا السيميليتر الالكتروني هذا كامل مع الشاشه نقدر نركب لك اشاره على السياره بشاشه تقدر ترفع وتنزل 4 انش 4 انش مستوى ارتفاع يعني 10 سم تقدر ترفع وتنزل بالسياره وترفع الله 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 ما شاء الله هذه جديده لازم نجربها وعشاء زين في النفود وفي البر خيالي طبعا احنا تجربتنا عليك لا على البرونك لا لازم تجربون على التيوتا بعد التيوتا يحتاج لتصميم مختلف احنا نلغي اللي ورا ونخليه حول 1100 حصان ما شاء الله عليه تيل وبنشوف الحين بوريك ماكينته ما شاء الله سوبر تشارج ماكنسن انا احسب تيل بس سوبر تشارج عليه ما شاء الله هذا السوبر الجديد هذا بلس 1000 حصان ما شاء الله عشارة الله الله فمثل هالعزم ما شاء الله يحتاج لتنزيل وجنود الامريكيه بعد عشان تتحمل طبعا هذا اللقز ما نزل عندنا في امريكا شغل الانوار جاهز لك شكله؟ لا عجيب غريب يعني اول مره اشوفه هنا لونه مميز ودخل بس مسموح السعوديه يلا يلا دخلناه جاهز الحين اصفار الموت ما شاء الله توكم جايبينه الله الله اتوقع اول ناس يدخلونه هنا ثاني ناس لا وثاني يجهزوا اول ناس ما شاء الله هذا الشكل شفت صاير نفجه عريض شوي ما شاء الله ميزه الرفرف حقه تلف برفارفه بارزه عكس اللاند واللي اشوف اشوف هذاك مجال للتعديل شركه هامر تجهيز السيارات ما شاء الله وعندنا كذلك كذلك وشوف التوين تيربو اللي هناك بعد الله الله هذا كراج ام اتش بي بدر حمد ما شاء الله هذا تجهيز وعليه سسبنشن كامل وكذلك كل التعليق وشوف محملين ورا يقول لك انه يتحمل بس اقول الشخص والله انه يتحمل اكثر طال عمرك ما شاء الله اوه شوف الجلسه اللي حاطينها هنا ما شاء الله عجبني الجلسة هذه ما شاء الله شوف 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 اوه شوف الجبس اللي ورا شوف الجبس ما شاء الله هذا يقولك شد بلد ها 79 لا 8 يا شباب هلا مرحبا يا تميمي كيف الحال؟ ساك طيب اوه اهم شيء الطير الله يبارك فيك هذا اللكسس السبورت طبقنا ركبت له تكايه ما شاء الله الله لا الابداع ما شاء الله شو يذكركم؟ عاد هذا اللي يلعبون اللعبه مخابرين اول ما شفته تذكرته لان هنا مستلزمات يا اخوان شيال موترك قلص وامور وحق الهواء ما شاء الله كل اللي تحتاجه هنا لازم ناخذ من هذه للبر احب الالوان هذه اللي في البر تعطيك جمال غير انا اشهد هو يا اشهد
الاسهم هذا سرق يبقى عمرك مجرد ازناد يرمي مباشره. طبعا انا رميت زي ذا وزي النوع الثاني هذا اللي ادوله من زمان ما شاء الله. حدك تسحب يا ابو سعيد قوي ما شاء الله. شوف ابو سعيد ترى ثقيل. ايش فيك ابو سعيد اسحبه الافضل طال عمرك. شوف على فوق عشان روح الكتف تساعد معك. تعال تعال خلنا نشوف اسحب عشان روح الكتف تساعد معك. لو اسحب السيده بيصير عسر شوي. اي كيف طيب؟ اي على فوق جاهز ابو محمد ترى مو نفس الاسهم اللي عنده ثقيل ثقيل. جرب على فوق شوي طال عمرك. اسحب قوه ابو سعيد. شفت؟ صدق صدق ثقيل جرب جرب. لحظه خليني اجرب محمد. عايز روح الكتف تساعد معك تشوف هالشيء طال عمرك. لكن لو اسحب كذا مباشر بيصير فيه مقاومه عاليه. اسحب ابو محمد. صدق يا اخوان ثقيل والله ثقيل. شفت؟ تعال ابو حيدر جرب. كفو كفو هذا السلوقي تذكر ايام اول. هلا هلا مرحبا. يا اخوان شوفوا العلم شوف ما شاء الله شوف الرسم راسمينها صح جايبينها ما شاء الله. rural properties worldwide partly agricultural hunting equestrian game reserves partly in Europe Africa and South America. So, by example, you have this one. There's nothing in Europe. It is. It's in Spain. It's in Spain. Spain, but Spanish. Here, it's actually agricultural land, but it's been cut down and it's. But it until now, there is the sand here or no? No, there's no sand. Yeah, I told you it's nothing in Europe. Cereals. Ah, مهم حقيقة يا إخوان. طلع حاطين. أنا استغربت. كذا ليش قلت ما في أوروبا؟ So this one, by example, is in Namibia. That one is on top in South Africa. Europa. This one is in France, Europa. About 1.5 hours from Paris. And this one is also in Spain. Je comprends plus que je parle. Sultan, تكلم فرنسي. ما شاء الله. ما شاء الله. اللي قال فنسو خشوم الإيرانيين هقواس. جابوه صح. مدعين. عجبني الصور هذه يا أخوان ما شاء الله. هذه الصور الصح. بعض الناس يحبون يحطون صور الأجانب أو فرسانهم لا حاطين هنا في مكة وفرسان العرب. ينبع من رؤية السعودية 2030 برنامج تعزيز الشخصية السعودية ما شاء الله. احنا نبغى ننقل رسالة للنشأ وللشباب انه عندنا رموز في دولتنا حكامنا وولاة امرنا اللي حنا الان ننعم بثمرة كفاحهم وجهادهم امن وامان ورخاء ولله الحمد. هذه العملين يا امير تمثل الدور الاول من ادوار الحكم السعودي يعني مؤسس الدولة الامام محمد بن سعود. هذا شاعر من أهالي الدرعية محمد بن عبد العزيز بن هيا عاش فترة العز وعاش حصار الدرعية وعاش شاف السقوط وبعدين راح للبصرة وعاش الغربة. فمشاهد كثيرة في حياته مرت على إيه؟ قصيدة طويلة من ضمنها بيتين طال عمرك القصيدة 80 بيت لكن يقول فيها ما كن فيها يقصد الدرعية صار للحكم منصة ولا بني قصر في الطريف رفيع اللي هو قصر سلوى. أيه. فانطابت الأيام والقدر ساعة فلا بد ما ناوي إليك رجيع بعد 200 سنة أمنيته حققها الملك سلمان الله يعزه. الله صار حي الطريف رمموا حي الطريف صار مزار لرؤساء الدول وضيوف الدولة ومسجل في التراث العالمي. صحيح نعم. ونفتخر به. هنا طال عمرك يعني العملين هذه تمثل الدور الثاني من أدوار الحكم السعودي. الإمام تركي بن عبد الله كان له محاولة أولى 1235 ثم 1240 لما قام بالأمر من جديد وأرسل القصيدة هذه المشهورة اللي وثقت كفاحة رحمة الله عليه معروف يوم كل مخوية تبرع حطيت الأجر مخوية اللي ينبالي نعم الرفيق اللي يسطه ثم جرى يودع منعير النشامة حباري بعد 1319 البطل عبد العزيز رحمة الله عليه
كان لما استرد الرياض الله يغفر له بعض الناس قالوا قضينا خلاص يعني استردت الرياض، فهو يقول مهبول يا قايل قضت توه عمر دخانها يطرد بأورع صغير وخير مقطي حصانها، يعني انها مسيرة كفاح طويلة. وبالفعل يعني 32 عام من 1319 إلى 351 هذه قصيدة محمد بن عبد الله العوني يطرب لها دائما سيدي خادم الحرمين الشريفين في العوجة سلام، ويعني هم فخرنا وتاج راسنا على العوجة الله يعزهم. ما عليك يعني كمل بعض الله يطول عمرك. الله يطول عمرك هالرعاية الأبوية من مولاي خادم الحرمين الشريفين والقيادة الحكيمة من عراب الرضيع سيدي ولي العهد اللي شرف نفسي بكتابة بيتين أقول لا شفت صورة سيدي خاطري فز رمز الحكم حاز الثنا في شبابه أنا أشهد خطوة الحصان اللي يهز الدول هز الكل ينظر له ويحسب حسابه شموخ آل سعود من هيبة وعز وعز ومهابة الله يعزه ويحفظه ويحفظكم ويحفظكم بيض وجهك على العمل الطيب اللي من الدولة السعودية لو زمن ملكنا الله يطول عمر سماه ولعهده. فأنت قلت شيء جبت طاري البل فيها لازم تقول لهم الإبل طال عمرك وحدت على ظهورها الملك عبد العزيز على ظهور الإبل هو رجال الأوفياء وحدوا هالدولة، فإحنا عملنا الأعمال هذه على جلود الإبل يعني وفاء لدور الإبل، وأيضا الخط هذا طال عمرك خط الدرعية خط جديد اعتمد دارة الملك عبد العزيز تم اعتماده فيها، فاحنا حريصين على منتجنا يكون سعودي 100% وعز الله ما شاء الله. وبرنامج تعزيز الشخصية السعودية هو منطلقنا في هذه المبادرة. الله يبيض وجهك وحضورك سمو الأمير توج الله يطول عمرك وما قصر صراحة الله يرعاك يطول عمرك سمو الأمير يعني صور لكم هلا صورة يلا يلا تعال بس وريكم شوف ما شاء الله عز الله كأنها رشمة ولا هي ماخذينها صورة ولا رشمة ولا لا صورة شوف شاوة مع هذا مرة شلونك طيب نسلم عليك طرع أبد أبد ما شاء الله السلام عليكم هذا عمك صور العلم هذا اختزام هذا العلم ها أنت لي ما شاء الله والله مبدعين لا أهم شيء الجموس مع الخزامة مع البل والعروق ما شاء الله شوف الدقة في الليل كيف ترى صورة يا أخوان قبل شوي أقول لكم صورة ولا احنا ما نحاسب مبدعين صراحة احنا ما نحاسب بالصورة احنا نحاسب بالمقاس ما شاء الله يا جهة الرشم علومك ورم الصورة هذه ما شاء الله ولي راسمها ترى اليوم شفنا الرسامين حاطين بقسم صراحة ومبدعين ما شاء الله شوف محمد بن سلمان كيف راشمينه هنا؟ عشان طالب منك كل الفن التشكيلي ما شاء الله شوف هذه ما عليك شوف المرسمين هنا ما شاء الله عليهم اي بنمر الحين شوف شوف الصورة هذه عجبتني بعد ما شاء الله ايش رايكم؟ كل الصور أكثرها في الطيور ولا في البلو ما شاء الله في البحرية قرناشة هواء معزي هذا لون نادر ترى صدق حول هاللون ملك الله يطول عمره تلقى غربان تحسب نفسها طيور شلوى ما شاء الله شو الظبي الله يطول عمره رحمة الله ما شاء الله ما شاء الله والله مبدعات ما شاء الله الحريم هنا صراحة شوف الرسم كيف جايبينه شوف ذا بالله هذا في النحاس ما شاء الله اللي كنت تتكلم عنه اللي راسمه الرجال هذا How are you? From Kazakhstan. From Kazakhstan. But it's like Arab things here, right? Camels and Mecca, mashallah. Before you come, I was talking about your pictures, or your draw, mashallah. Subhanallah. قبل أدري إنه هو قلت يا أخي رسمه أبداع حط شيء عربي صدق والله.
اكثر الناس مرات يحطون صوره فرسان اجانب ويرسمونهم، انتم عارفين بدون ما اذكر اسامي، لكن هذا رسم اشياء عربيه الله يجزاه خير. هنا انا من محبين السبح، شوف السبح الزينه ما شاء الله. هنا انا من محبين السبح، شوف السبح الزينه ما شاء الله. هنا السبح، لا لا ابداع، هذه لقوك الناقه النظيره، شوف ما شاء الله. ابو حمد ما في مجهم، كله صفر واشعل، لا تزعل. هذه النظيره اللي قالوا لك ابو فزاع. وقف وقف هنا، اتحداك تروش مو بغربها قرر. شو شو مستمعين وش الغالب؟ ما يمديك تحداك. حيا الله من عيني ولدي. لا 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 فزع. لا 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 هذه كلها شبحات ما شاء الله، انا عجبني الموقع هذا. انا اتوقع انه مجهم بس اللون. لا لا ما هي مجهم، في مواصفات من الاذان شوي بس ما عليه. ما هي مقيضه في الرطوبه في الشرقيه. الله ابداع يا اخي هنا صراحه. اخيرا ابو ابشرك مجهم يا ابو حمد عادي بس صغير. الله قوي كثير ما شاء الله. والله تطور صايرين يرسمونها صح واضحه بس بالروحوا اللي عندنا الصخره ما شاء الله. بين السفيقين السيوف الامور هذه الفاس ما شاء الله يعني صراحه. هلا ما شاء الله الله يحفظها ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله نبي تجي عند البن لازم تجينا الله يحفظها ما شاء الله. احنا وصلنا هنا الساعه 5 تقريبا 5:30 الحين الساعه 9:30 اخوان والله ما حسينا ما شاء الله مستانسين طيور على ما شاء الله اسلحه على امور كثيره خلصنا بنجي ناخذ الاسلحه اللي اخذناها الحين لقينا على الاسلحه الزينه ناخذها ان شاء الله اوكي الله ما شاء الله. هنا توجهي قسم الاسلحه هذا البرقع لقاك على راس ريشه هذا هو برقع ابو ريشه. Hello, how are you? Fine, you make this all? No, it's not me, it's one friend to make this one, sir, but he cannot come, I come at this place. I have falcon farm, I bring falcon. If you scan this one, you have everything. كيف الحال عساك طيب شلونك هلا طيارات الطيور داخل هناك عاد ما صورنا لكم الطيور والله اليوم كنا الوقت شوي ها اللي عزه واللي شاله ما شاء الله باقي عاد ما شاء الله محبين اهل تكساس عاد هذه اللي يرمون فيها كوبوي بس بالله فره شوف اي ما شاء الله الثانية بعد جميلة الثانية هذيك بوريكم اياها الحين ما شاء الله جميلة جدا ما شاء الله ما شاء الله محبين الكلاسيك يا اخوان طبعا سحبتها كذا خرازة محبين الكلاسيك دائم كذا ما شاء الله هذه يسوون فيه مسابقات في تكساس يحطون فيه طبعا طلقات شوف هنا انا اصور لكم اياها شويات لكن حطون حول 16 طلقه تربي بسرعه شوفوا شوفوا ما شاء الله طبعا ما جابوا الا حبه واحده ما شاء الله سحبته من هنا شيل من هنا وتعبي الطلقات سكر تسحب ورا بعض يرمون يوم حق اهل تكساس شوف
رهيب رهيب عجيب والله. جابوا حبة واحدة قطعة واحدة واحدة سودة وواحدة ذهبية اللي هو اللون هذا الكلاسيك الخشب مع الجميل ما شاء الله. والله اليوم مستانسين صراحة عند الأسلحة. شوف هذا بعدنا وناخذ منه ما شاء الله. شوف الخشب خشب الزقارة يسمونه. شوف الزخرفة يا أخوان. أنا من محبين الزخرفة من مرة يعني في السلاح والشوازن بعد. شوفون هذا اللي عجبني ما جابوا إلا واحد منه. هذا مرحب صراخ الراجع يا أخوان. شوف يجي الدقة 100% دقته بعدين ارتداد زيرو لأن خراجة. هذا اللون ثاني ما شاء الله. هذا اللون أزين. هذا جايشة كله ما شاء الله. شوف الطلقات هنا كانوا يبيعون أول على برا على كم. شوف الأسعار هنا كم وصلت. وفرين لك كل شيء ما شاء الله. أبو شبي مرحبا مرحبا. طبعا هدونا هاللوحة الجميلة ما شاء الله. هاك حلال بحيدر. حلال محمد بسعيد اللي بسعيد مبارك الدوسري منار. شوف المحبين الكلاسيك يجذبني أكثر. شوف هذا شوف نقشته سعيد. انا يا اخي من محبين الكلاسيك لازم تحول على كلاسيك. اي والله لازم بعد الكلاسيك حلو سيارات ولا اي بالله انا اشهد انا اشهد الكلاسيك. انت من الجموش عاد محبين الجموش ما شاء الله. سكوب 6 هذا كل ما يخص الطيور. شوف الدسوس بالله بس لا هذا حاط سمك ما يصلح. هذا جلد سمك بعد اللون ما يصلح. هذا يعني ممكن سوس. أما هاد حاطين مارك هذا تسوق. هذه حلوة في القصة يعني. لا 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 لا, لا. فضى بشركم خلاص تونا بنطلع الحين الساعة 11. دريات كيف تغير عندك. ناخذ لنا واحدة الشرقية. اي والله يا هلا يا هلا. شوف غلوبة ما شاء الله. ابرق الريش الحين تونا طالعين بنروح نستلم الأسلحة قدام ما شاء الله على الترتيب. والله نشكرهم جزيل الشكر صراحة. ترتيب افضل من قبل سنتين. كل سنه طبعا ما شاء الله نشوف وبعلمكم عندي بالسناب بس خلينا نشتري الاشياء واعلمكم ان شاء الله. الحين هناك نستلم الاشياء. تنظيم صح ما شاء الله. وصلنا موقع استلام الاسلحه كل شيء. شفت تاخذ الشيء في كرتونه جديد ما شاء الله. افضل من تاخذ شيء والله ما تدري عنه. والله صدق الكلام صدق يا اخوان. شيء بكرتونه وشيء جديد شيء مصرح وانت مرتاح في دقائق وثواني. زحمه اليوم ما ادري حادث ولا حتى الموتور الصغير رحت يابا